مثير للجدل. بالله يعيشكم على ذكر الأسامي، ما عادش تجيبوا لي مدام عبد الرحيم ومدى وتيمور والكل، جيبوا نتاع النهضة الحقيقي. هيكم عملوهم تو، ينجمش الواحد يعمل عرس في صالة وما غير روب تاع عروسه ولا ما غير صالة، لازم ولي هيكم لازم، وهيك مورو هيك مورو عبد الرحيم والكل هيك اللي بوكيد فلو هيكم عاملين. جيبوا لنا صحاح يتكلم تو، هنا تقول لي انا نؤمن بالله بالديمقراطية تو، انا نسمع فيها نقول لك ديمقراطية وبعد هنا كيتصوت تصوت انضباط الحزب اللي خليها ولات عضوة. يا ودي راهم متحيلين، راهم ركبوا على ثورة، راهم الله يسامحك يا سعاد ثورة وبعد ما صار حتى شيء. يا ودي الحل هو اش نعملوا لتونس باش يمشيوا علينا، اش نعملوا لتونس باش ننقذوها، اش نعملوا لتونس باش يفهموا رواحهم انهم باعوا تونس. هما راهم مش يعربوا بعد، مش يمشيوا يهزوا، عندهم الفلوس وعندهم الميزانيه في يديهم وحمايه الثوره هي اللي مستقعد بعد معناها ننتقموا منها ولا ما ننتقموش. يعني ميزانيه تونس مشات لحمايه الثوره وللجمعيات اللي عملوهم. يعني الواحد فما حاجه صارت بخلاف شهريه الموظفين اللي ناخذوا عليها في القروض، معناها في القروض، وبعد نعطيهم للجمعيات ونعطيهم رئاسه الجمهوريه كذا تعمل في حاجه باهي ناحية هيك امور الوظيفة وامور كذا. ثم ثورة يصير رئيس الدولة ياخذ 30 مليون، يصير لو كان هما احترموا الثورة، هي الثورة صارت فصوروها الأحرار، ماتوا العباد، ماتوا الأولاد، تجرحوا حتى يقولوا الجرحى لا ما هو مثل كل صحة يا سيدي، ما هو التونس حتى كان مش صحيح عطيها لذو الصوردي. مثير للجدل.